بس حابب اقول لكم يا جماعه بجد احبكم وشكرا كثير على دعمكم. جماعه الجنات دينا فطور صح زي ما بقول الليل لغايته اكلنا كميه من الحلى، لكن برضه الواحد ما بقى حلو. صدقوني بعد الموقع ده حتجي من السفر حتلقى كله دقيقه انت دقاه تماره، وحنشوفك في بلد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. وده اليوم الثالث لنا في جزيرة بوكيت. حقيقة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله الواحد مستمتع جدا بالأجواء. رغم يا جماعة أنا لاحظ حاجة، الأجواء تقريبا عندنا هنا في تايلاند زي الأجواء في جدة، بس سبحان الله لما أنت تكون مسافر بتكون النفسية تماما متغيرة، فبتتحمل درجة الحرارة، بتتحمل أي حاجة وبتسوي أي شيء تقدر تسويه، رغم إن هناك بتكون مع السخانة أخلاقك هنا في نخرتك ما ناوي تسوي ولا حاجة، اللي هي أخلاقك في فمك يا جماعة. السعوديين طبعا بيقول للنخر على حسب، دايما بيقول لها نخر، السعوديين بيقول لها فم، بتكون أخلاقك في فمك ما ناوي تسوي ولا حاجة. الليلة يا جماعة طبعا دايرين نعمل حاجة شوية كده يعني جديدة، كانت اتكلمت عنها في الفيديوهات السابقة، اللي هو ساندي ماركت، سوق الأحد حق مدينة بوكيت القديمة. طبعا بداية اليوم حقنا مشينا أول حاجة لمطعم سري مانكي، لازم نعيد الذكريات. ما شاء الله تبارك الله يا جماعة المطعم بقى أزحم من أول، ولاحظت حاجة إنه ما شاء الله تبارك الله عدد العرب في زيادة نسبة يا جماعة. أنتوا عارفين اللي أنا ما يحتاج إنه أتكلم، شفت فيديو امبارح أنا قاعد أقلب كده في تويتر، شفت إنه تركيا بقت فاضية بسبب طبعا الحاجات اللي هم كانوا بيسووها ضد السياح العرب، فللأسف هم خربوا على بلدهم جدا جدا. فأعتقد بعد كده الوجهة الثانية حتكون للعرب اللي هي دول شرق آسيا، نسبة لأنها رخيصة والكواليتي والجودة حقة الحياة حقتهم تعتبر عالية مقابل السعر. فما شاء الله تبارك الله يا جماعة زي ما قلت لكم لقينا المطعم ما شاء الله تبارك الله زحمة 70% عرب. حتى يعني قابلت مدير المطعم قاعد يتكلم معايا روسي، فقال لي إن شاء الله يعني نحن كمان ناويين نطوره ودارين نضيفه كمان أطباق شرقية زيادة، فإن شاء الله حيبسطوكم أكثر وأكثر. طبعا جينا حجزنا بس يعني ما قعدنا كثير، تقريبا 5 دقائق وطوال مشينا قعدنا، بس صراحة المحل زي ما قلت لكم زحمة، والمحل الورا قال لي بعد شهرين حيسووه كافي بديكورات جديدة بفكرة جديدة بكل شيء جديد، قال لي بعد شهرين، لكن للأسف الواحد مسافر فما حيحظى فرصة انه يشوف الحاجة الجميلة دي. وانا متأكد يعني صراحة حقين سري مانكي طالما سووا لهم حاجة جميلة بالجمال ده صدقوني حيعملوا حاجة واو. بعد ما خلصنا فطورنا في سري مانكي طبعا يا جماعه تجننا دينا فطور صح زي ما بقولوا، جينا بعد كده اللي هو نشوف ستاربكس العالي، اللي هو طبعا لما انت تيجي تكتب في هنا لما جيت المره الاولى لما تيجي تكتبوا في جوجل يا جماعه تكتب ستاربكس يطلع لكم اسماء كثيره، فانتوا تكتبوا في البحث. انا ان شاء الله كل المواقع ده هحط لكم هي في صندوق الوصف، فهحط لكم المواقع حق المحلات اللي انا قاعد ازورها، فتكتبوا وي براودلي سيرف ستاربكس فبيطلع لكم طوالي اللوكيشن حقكم. بتجوا طبعا ما شاء الله تبارك الله بتاخد اول حاجه من عندهم التذاكر، اولا اللي كان بعرفه صراحه تدفع 150 ريال وبتطلع فوق، الان بتدفع 300 بات، عفوا ما قلت لكم 150 ريال 150 بات، الان بتدفع 300 بات شامله الطلبات، وغير عن كده بتوقف طبعا الموتر حقك. انا اجرت موتر وصراحه المره دي فكرت شويه في الموتر، قررت انه اقتصد يا جماعه، اخذت الموتر ليوم واحد وبكره ان شاء الله طالع رحله حاجره ثاني بعد بكره، فكده بشوف انه مفيد جدا جدا. ال100 ولا 200 دي افضل انا اوفر يعني، رغم هي ولا حاجه لكن صراحه انتم زي ما عارفين انا بحاول اوريكم دائما في السفر اللي هي كيف طريقه تتوفر وتسافر باقل التكاليف. الاجازه اللي فاتت انا صرفت 5000 ريال في 14 يوم، المره دي انا قاعد 9 ايام، ده انا عامل تحدي انه اصرف مبلغ اقل وفي نفس الوقت اكون مستمتع واطلع كل مكان، وانا بطلع بشكل يومي يعني دي حاجه ذاته بشوف انه يعني انجاز انه انا اصرف اقل من 5000، فبشوف انه انا بقدر اكسر الرقم ده ولا لا. انا جاي بمبلغ الحمد لله اكثر من 5000 طبعا بدون التذاكر، وانا قلت لكم حتكلم عن الموقع اللي اخذت من عنده التذاكر، موقع مروح جدا جدا صدقوني بعد الموقع ده حتجي من السفر حتلقى كله دقيقه انت دقاه تماره، وحنشوفك في بلد. يلا يا مدير صراحه انا السفر بغير نفسيه الواحد. فنجي نتكلم لكم هنا عن ستاربكس، ما شاء الله تبارك الله يا جماعه طبيعه ساحره،
يعني اول ما تيجي طالع صراحه الطلعه خطيره، بصورها لكم في النزله ما في الطلعه، انا كنت قاعد الطلعه خطيره كده، ما كنت مجهز الكاميرا 360 وصراحه قاعد تعمل لي حركات امبارح، ضيعت لي لقطات حلوه جدا في جيمس بوند ايلاند، زعلت منها صراحه انا حشتك. المهم ما عليه، فهنا صراحه يا جماعه الاجواء ما شاء الله تبارك الله خرافيه عالميه، مهما اوصف لكم المنظر حق ستاربكس الفوق ده صراحه ما بقدر اوصفه ولا بقدر، يعني الكلمات قليله فيها حق الوصف، فانا بخليكم بس تستمتعوا بالفيديوهات اللي انتم شايفينها الظاهره امامكم، يعني ما شاء الله تبارك الله يستاهل المبلغ وزياده. طبعا الطلبات حقتنا كان اللي هي ايس موكا، وانا طلبت من عندهم بابوسا درينك، ده عبارة عن مانجو وزنجبيل وليمون، خلطة كده غريبة يعني صراحة. أنا إنسان ما كيف قهوة لكن بحب الشاي، وخصوصا كمان الشاي العدني مع بسكويت. طبعا السودانيين مدمنين شاي، شاي الصباح وشاي المغرب، عندنا زي السيجارة حقة الصباح بالنسبة للناس المدخنين، فأنا هنا الشاي ده ما بنلعفه، لكن طبعا عشان هنا في تايلاند ما بيشربوا. بارح جربت من عندهم اللي هو الشاي حقهم البوبل تي، ممكن أدمن عليه وفيه شوية طعم شاي، لكن ما عندهم شاي للأسف، عندهم قهوة وقهوتهم ما شاء الله تبارك الله قوية، أعتقد عشان تصحي الناس اللي بدوها آخر الليل ده، عشان كده القهوة بتكون تقيلة صراحة. يعني قسمت نص الكيس، تخيلوا يا جماعة، والله هو نص الكيس، ربع الكيس قسمته، وبعد كله حاسس إنه القهوة تقيلة، في حاجة تقيلة كده. المهم يا جماعة، بعد ما خلص إن شاء الله من ستاربكس الساعة 5 حيفتح الصندي ماركت حقهم في الأولد بوكيت، وده اللي هو السبب اللي خلانا نعمل الفيديو ده. حنمشي مع بعض حنشوف الصندي ماركت حقهم، وبعدها كمان حنطلب فرنش توست. الليلة صراحة يا جماعة تقلنا الحلا، طبعا مع المشروب حقهم ده أنا كمان طالب لي برضو حلا اللي هو الاستروبري تشيز كيك، ما شاء الله تبارك الله عاملينها بشكل عالي لدرجة إنهم مثبتينها بكيس بالجنب، صورة لكم برضو هسه حتشوفوها. فالليلة صراحة السعرات الحرارية يمكن أنا ضارب قرابة 20,000 سعرة حرارية، وكمان حمشي أكل الفرنش توست عشان ممكن أجي المنطقة دي تاني وممكن لا، وإذا إن شاء الله لقيت كمان حاجات حلوة حاشتريها. فهنريح هنا شوية، حنصلي العصر، وحاجة مهمة جدا جدا عجبتني صراحة، عاملين برير روم صراحة. أنا الحاجات دي ما كنت بشوفها زمان في تايلاند، وبتذكر أنا أول مرة لما جيت مطار بانكوك 2019 ما كان فيه مصلى، آخر مرة جيت لقيت فيه مصلى، فدي يعني صراحة حاجة كده تدعو للفخر صراحة، إنه يعني بدوا يحترموا الديانة الإسلامية وبدوا يحترموا العرب أكثر وأكثر، وهم طبعا صراحة بيحترمونا نحن كعرب، عشان العرب بيدفعوا أكثر من الأجانب، خصوصا من ناحية التبس وما التبس. الأجانب أيوه بيجوا بيسووا لك أجواء سياحة، وهنا لكن والله شفت بحسبها معك، شفت بلبات، شفت بلبات ده بحسبها معك، ما بتفاهموا معك أبدا. يلا يا جماعة أنا بعد كده بربرت كثير، خلونا بعد كده نستمتع بالأجواء الجميلة دي وننزل مع بعض على مدينة بوكيت القديمة. يلا تعالوا معنا. أنا الآن في أزحم المحلات في جزيرة بوكيت، وتحديدا يا جماعة في بوكيت القديمة، زي ما قلت لكم يا جماعة أنا ماشي اللي هو السوق الأشهر عندهم السندي نايت ماركت، ما شاء الله تبارك الله. الآن الناس بدأت ترص البضاعة وبدأوا يحطوا بضاعتهم، يا دوب جاهزين يجهزوا للسوق حقهم، وفي نفس الوقت ما شاء الله تبارك الله زي ما أنتم شايفين كمية الناس الوافدين على السوق ما شاء الله تبارك الله، كمية غير طبيعية، وخصوصا طبعا يا جماعة الأوروبيين. أنصح أي شخص يا جماعة يجي بوكيت هنا زيارة لازم تجوا السندي ماركت. بعد ما تخلصوا من السندي ماركت يا جماعه، طبعا انتم عارفين الخطه حتكون كالاتي، لازم تعدوا على المحل حق الحلا بتاع الفرنش توست. طبعا كان خطتي في البدايه انه نمشي محل الفرنش توست اول وبعدين نجي هنا النايت ماركت، لكن صراحه يا جماعه خلاص زي ما يقولوا شنو اتملينا فل ما شاء الله، يعني اكلنا اول حاجه في سري مونكي، وبعد سري مونكي ثاني جينا ستاربكس حلا 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 الليله غدا، واكلنا كميه من الحلا، لكن برضو الواحد ما بقى حلو لسه، نزود الحلا عشان نزيد حلاوه كمان. الله يديكم العافيه صراحه، هنا اجواءهم ولا احلى صراحه، وعندهم كل شيء، اكل موجود، تبوا ملابس موجوده، تبوا نظارات موجوده، تبوا اشياء يدويه موجوده، تبوا ساعات خواتم، كل شيء كل شيء كل شيء. بس اكثر حاجه طبعا يا جماعه اللي هي الاشياء التقليديه حقتهم، واكثر حاجه عجبتني صراحه يا جماعه في نص النايت ماركت كده اللي هم الناس اللي عاملين الفعاليات اللي هم اللي بغنوا الاغاني الشعبيه التايلانديه.
وحاجه ثانيه يا جماعه لاحظتها, يعني حتى هنا الاكل ارخص. يعني مثلا اديكم مثال بسيط او حسبه بسيطه, في بوكيت هناك اللي هو بوتان بيتش كنت بشتري من عندهم جوز الهند تقريبا ب 100 بات, هنا تبيعوه ب 50 بات. شوف رغم انها تعتبر برضو منطقه سياحيه والاسعار عندهم ارخص بكثير. يعني لو حابب تاخذ ايس كريم مثلا, خلينا مثلا نلقى نظره مثلا, شوفوا ده الان عندكم ب 49 بات, ولاحظوا انها في نايت ماركت, يعني المفروض يستغلوك اكثر في الاسعار. لكن زي ما قلت لكم يعني صراحه هنا الشعب التايلاندي ما بيستغل في الحاجات دي, وبالعكس يعني ما شاء الله عليهم بيبيعوا باقل الاسعار. والمكان حق السوق صراحه يا جماعه ولا احلى, خصوصا مع اجواء المباني القديمه. طبعا ما شاء الله تبارك الله هو ممتد لدرجه انه يا جماعه مقفلين الشارع عشان السوق مقفل, الشارع مقفل عديل. فصراحه احلى من كده, شوفوا كميه الناس الرهيبه دي يا جماعه, ما شاء الله تبارك الله. صراحه يعني كل شويه الناس قاعده تتوافد, اعداد اكبر واعداد اكبر. شوفوا ومعانا هنا كمان يا جماعه باتمان, هنا كمان مشارك معنا في البازار. خلينا نمشي نصور باتمان شخصيا, مشارك معنا, لازم ناخذ له صوره. على العموم يا جماعه زي ما انتم شفتوا دي اجواء ساندي ماركت. انصح كل واحد يزور مدينه بوكيت, لا تنسوا تجي بوكيت القديمه وتحديدا يوم الاحد الساندي ماركت, صدقوني حتنبسطوا وحتدعوا لي كمان. بس اهم حاجه تقلوا الجيب يا جماعه, خلوا الجيب تقل. وحتى بصراحه يعني الحاجات ما غاليه, بيجوا مثلا بيبيعوا عليكم على شكل سيل. يعني الان ممكن التيشيرتات الفنايل النظارات الاشياء دي ب 150 بعد ب 200 بعد, يعني ما يعادل 20 ريال وحاجات. يعني ما شاء الله تبارك الله حلوه, وحاولوا دائما تشتروا المنتجات المحليه, بتكون جودتها دائما احلى واحلى. يعني صراحه ساندي ماركت حقهم متوفر فيه كل شيء, زي ما قلت لكم اجواءهم حلوه. نحن الان حنخش جوا نشتري بعض الحاجات كده للاهل وبعدين الاصحاب. بعد ما نخلص كده ان شاء الله حنقفل حلقتنا في محل الفرنش توست. انا غايته لحد هنا, اختم معاكم حلقه اليوم وحصور لكم الفرنش توست كده على السريع, عشان اصلا لو تذكروا انا في فيديو قبل كده اللي هي افضل مطاعم في بانكوك كان صورت اللي هو محل الفرنش توست. بس حارجع اصور لكم مره ثانيه, وكمان حاخذ لكم الموقع حق المحل. حقيقي صراحه الاجواء بدات تحلو كمان اكثر, وتشوفوا يا جماعه شوفوا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله من قوه الزحمه ما قدرت صراحه انا اقفل لكم الحلقه وانا ماشي. بس حابب اقول لكم يا جماعه بجد احبكم وشكرا كثير على دعمكم, وعارف الناس بتدعمني صراحه في التعليقات ما بيقصروا معي في جميع الفيديوهات, والبيجوني في الخاص والانستغرام. وانتم يا جماعه حابب يعني لو شايفين اي ملاحظه في الفيديوهات اللي انا بقدمها, لو حابين اقدم لكم اي محتوى بس يكون لي علاقه بالاكل وبالسفر, انا صراحه تحت امركم. زي ما قلت لكم اذا شايفين اي ملاحظات في الفيديو سعيدين بسماع ارائكم واقتراحاتكم على ارقام التحليه لا حمزه على اللي هو اكتبوا لي في التعليقات, صراحه بجد بكون شاكر. والواحد يطور في المحتوى ويطور في الفيديوهات اكثر واكثر, وطبعا كله بتوجيهاتكم وارشاداتكم, وما استغنى عنكم صراحه. يعني الواحد بيكم بيطلع وباذن الله نصل لهدفنا. يعني امي دائما بتقول لي الله يعطيها العافيه, دائما بتقول لي انت ما بتقول الحاجه دي زي بقيه اليوتيوبرز, زي ما بتقول اشتركوا في القناه. فخلاص عشان خاطر امي وعشان خاطر كمان بالله, اذا كنت اول مره تشوف الفيديو ده اتمنى انك انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس, وتسعدني جدا باشتراكك. يلا انا حابب احصل الاجواء الجميله دي, وبعد كده ان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى. اولى المره الثانيه حنصور في ايلاند, بس المره دي ان شاء الله حصور لكم جزيره بصوره اوضح, وان شاء الله يعني يكون ما في امطار. كانت بالنسبه لنا عائق انه نصور كامل الجزيره, ان شاء الله المره دي نصور الجزيره بالكامل, وصدقوني حتستمتعوا. وحاجه ثانيه يا جماعه, طبعا كل يوم اثنين وكل يوم اربعاء, اذا حابين انكم انتم مثلا تناموا هناك في الجزيره, بيكون عندهم فعاليات جدا حلوه, ويستفسروا عن مكاتب السياحه اللي انتم حتحجزوا عن طريقها, سواء جيتوا عن طريق بانكيك اللي هو دائما انا بتكلم عنها في كل فيديو, او عن طريق اي مكتب سياحه اخر. يلا يا حبايب انا ما حابب اطول عليكم, اقول لكم اشوفكم في حفظ الله ورعايته, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.